الشوط الثاني يفوزوا بالمباراه. وكما كان تكهن يعني نشكر اللاعبين اللي قدموا مباراه قويه ومباراه تاريخيه، يعني اول ميداليه جزائريه لرياضه البادمنتون العاب البحر المتوسط. وذكروا باللي احنا المشاركه الثانيه للرياضيين البادمنتون في الالعاب البحر المتوسط، يعني ما كناش نتوقعوا يعني نالوا هذا المعدن النفيس، لكن الاراده والشجاعه والتشجيعات الجمهور والتقنيين والاداريين والطاقم الطبي والمدربين يعني قدموا الاضافه وقدرنا نحققوا الانجاز التاريخي هذا ونقدموا ميداليه ذهبيه للشعب الجزائري، وخاصه الرياضيين كل الرياضيين المشاركين هنا والرياضيين البادمنتون ان شاء الله. اجواء جد رائعه بقاعه او القاعه المتعدده الرياضات بوادي التليلات. اذا بعد قليل سيكون التتويج و